يعطيكم العافية شباب، صوت واضح يا شباب عندكم؟ في عندي فيصل وفي عندي محمد رافع عمودي. أخبارك دكتور؟ طيب ممتاز. هلا أول شيء ادخلوا لي دخلوا الحضور والغياب، هاي هون عندكم الاتندنس. تمام، دخلت الحضور الغياب. ما حطيت باسورد بس مباشرة في اليوم 13. أيوة فوتوا لي الحضور والغياب لو سمحتوا. هلا بس عشان نوضح بعض الأمور، محاضرة اليوم بكرة بتكون على زوم عن بعد، ما في دوام في الجامعة لا اليوم ولا بكرة. أوكي، مدة المحاضرة 40 دقيقة لأنه بعديها الزوم بيسكر لحاله تلقائيا. أوكي، مش ساعة، حتكون محاضرة عبارة عن 40 دقيقة. التذكير هي نزل الإعلان حسب جدول الامتحانات، موعد امتحانه هو يوم الأربعاء. أوكي، في إذا أي استفسار أو السؤال بخليه ليوم الثلاث، ورجعنا إحنا دوامنا وجاهي على الجامعة، بخلي يوم الثلاثاء إذا في عندكم أسئلة عشان الامتحان. بس بصورة عامة عشان اللي بدرسوا برجع وبكرر المواضيع اللي إحنا أخذناها حسب خطة المادة. أوكي، حسب وصف المساق description الكورس هي قدامك. الامتحان عند الانهيرتنس، الانهيرتنس مش داخل عشان بده يقعدوا يدرسوا واستفيدوا من الوقت. انتوا اليوم ما يعني اليوم وبكره مش جايين على الجامعه، استفيدوا من هاي الشغلات عشان. فلاحظ المواضيع اللي داخله لعند الانهارتنس، الانهارتنس مش داخل، يعني كل ما يتعلق بالاوبجكت اورينتد بروجرامينج، شو معنى كلاس، شو معنى اوبجكت، شو معنى ابستراكشن، انكابسوليشن، كومبوزيشن، كل هاي المواضيع اللي حكي والاكسس سبيسيفيكيشن وشغلات هاي كلها داخله لعند. هلا المواضيع الاخرانيه اللي حكينا عنها، الانهرتنس اللي خلصناه مش داخل، كمان موضوع اليوم بدي اتكلم عنه البوليفيزم كمان مش داخل. ان شاء الله اليوم بنغطي موضوع البوليفيزم، بعدين بضل عندنا موضوعين اللي هو بيتكلم واحد عن الاكسبشن هاندلنج والفايل بروجرامينج، دول ان شاء الله. زي ما حكينا الاسبوع الجاي، الاسبوع هذا عندنا يوم الاربعاء امتحان ميد. المد عبارة عن 30 علامة. الامتحان كنت على أساس اليوم نشرحه في المحاضرة ولكن صارت عزوب، خلينا بس طبيعة الامتحان. الامتحان بيكون 10 علامات مالتيبل شويز، يعني حيكون في عندك 10 دوائر مالتيبل شويز. بضل عندك 20 علامة مقسمة، في عندك فايند ذا ايرور، يعني كاتب لك برنامج فيه أخطاء صلح لي هاي الأخطاء، هي 5 علامات. بيكون في عندك كمان اوتبوت، يعني برنامج مكتوب لو نفذت هذا البرنامج شو بيعطيني، وكمان حيكون في عندنا اللي هو كتابة برنامج يكون عليه 10 علامات. فبيكون عندك مالتيبل تشويز 10، بريكت 5، الاوتبوت 5، وكتابة برنامج 10. لا قدمت الاسبوع اللي فات كويز، ان شاء الله الاسبوع القادم في كمان كويز، وهو الاسبوع السادس في الفصل الصيفي. الأسبوع السابع بيكون في عندك امتحان عملي على الأجهزة. الأسبوع الثامن بيكون اللي هو أسبوع الفاينل، بيكون امتحان النهائية بيكون اللي هو الأسبوع الثامن في الصيفي. أوكي يا شباب، لو جينا هون على على الكتاب أو أي كتاب المواضيع اللي غطيناها او من اي موقع، احنا تكلمنا عن الداخل في الامتحان الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، خدنا شو معنى كلاس، شو معنى اوبجكت، خدنا الكلاس ميثود، خدنا الكونستراكتر والديكونستراكتر والانكابسوليشن والاكسس سبيسيفاير. دول مواضيعنا اللي هي داخله في امتحان النصفي. كمان موقع اخر حكينا عنه، ايوه أي مواضيع في الأوبجكت أورينتد اللي هو الكلاس أن أوبجكت، وكمان تنسوش الأوفر لودينج والأوبريتر في الأبستراكشن، يعني هم لخبطات يعني مش نفس الترتيب اللي هناك. أوكي، تنسوش كمان إذا اللي طلع من هذا الموقع سواء كان كلاس أو أوبجكت معايا يا شباب، كان في تفاصيل هون نجيها، شايفينهم هايهم مواضيع تفصيلية اللي هي كلاس ممبر فانكشن، كلاس اكس موديفاير، كونستراكت ودي كونستراكت، حكينا فريند فانكشن اذا نسيناها، كمان حكينا داخل في الامتحان ذس
بوينتر تو سي بس بس خدناها مان، وخدنا الاستاتيك ممبر اوف كلاس، كلهم هاي التفاصيل انا اخذناها بعين الاعتبار، هاي كلها موجوده تحت موضوع اللي هو الكلاس ان اوبجكت. كمان اخذنا الاوفرلودنج اللي متذكرينه، شفنا فانكشن اوفرلودنج، بعدين حكينا عن الاوبريتر اوفرلودنج، كمان هذول كمان موضوعين تطرقنا ليهم. كمان الابستراكشن، تطرقنا موضوع الابستراكشن وحكينا في الابستراكشن شو البينيفيت. اوكي، واخذنا كمان موضوع اللي هو الانكابسوليشن الاوفرلودنج والانكابسوليشن والابستراكشن. انكابسوليشن شو مفهومه وكيف نتعامل معه. اذا هاي المواضيع دي ان شاء الله بتكون داخله معكم في امتحان النسوي. الرجاء استفيدوا من اليومين هدول، ما حتى توصل الجامعة دروس كويس لامتحانك. امتحاننا بيكون على 9:15، مدته ساعة فقط واحدة، عشان هيك أسئلة ما حتكون كبيرة، لأنه ساعة يعني الأصل إنك يعني لو شخص هذا الأصل تحله بساعة، نص ساعة، نص ساعة تراجع فيه، فحتكون عبارة عن 4 أسئلة فقط. سؤال مالتيبل شوز ب10 علامات بده 10 دقائق، سؤال صغير للفايند ايرور اند كوركت، والاوتبوت بيكون سؤال كتابة برنامج سؤال، على اساس انه كل سؤال من هاي الاسئله بده حدود ال5 دقائق، هاي 15 دقيقه، والمالتيبل تشويس كمان 10 دقائق، يعني كمان 15، نص ساعه، ونص ساعه تراجع وتحل الامتحان. ايه رجاء ما حد يتغيب، الحضور في نفس موعد، انا ما بقدر اخر امتحان، في امتحانات ثانيه بتكون، فالشباب اللي بيتاخروا يوم الاربعاء بيكونوا متواجدين على الساعه 9:15. هلا لاي سبب من الاسباب تم تاجيل اي امتحان، بنزل اعلان زي ما نزلنا لكم على الجروب، خاصه اللي كان عنده امتحانات اليوم وبكره تم تاجيلهم للاسبوع القادم بنفس المواعيد، يعني كان عنده امتحان يوم 13 الاحد تاجل له يوم 21 احد، كان عنده امتحان يوم 2 تاجل له الاسبوع القادم يوم 2 اللي هو 22، من نفس الاوقات والمواعيد. في شباب اي استفسار البدايه هاي؟ إذا تكلمنا على الامتحان، وبتوقع إنه إن شاء الله بتجيبوا علامة كويسة للجميع. ادرس بشكل جيد، ما تنساش الأسبوع القادم في عندك كويز، الأسبوع اللي بعديه بيكون في امتحان عملي فاينل، الأسبوع الأخير في الفصل الصيفي بيكون امتحانات النهائية، وبتنزل جدول مركزي من القبول والتسجيل. الشباب اللي عنده 3 امتحانات بيقدر أجل اللي طلع عنده 3 امتحانات بيراجع رئيس القسم عشان في بيقدر يأجل أي امتحان من هاي الامتحانات اللي ظهر عنده 3 امتحانات بنفس اليوم. إيه يا شباب؟ أي استفسار؟ اليوم بس بكون يعني نشرح جانب نظري مع الكود، وإن شاء الله إذا رجعنا يوم الثلاثاء بنسوي تطبيق عملي على على كتابة هاي البرامج، لأنه صعب إني أطبق هون في النت. يعني شوي ايام بيعلي عندي الطلاب او عندي انا، بالتالي نكتفي اليوم بالمحاضرات النظريه اليوم وبكره، ويكون تطبيقنا عملي على المواضيع اللي بنشرحها اليوم اللي هو البوليفيزم وغيره، تطبيق في الكلاس جوا المحاضره تطبيق عملي. عشان نكون بالصوره، احنا ضل عندنا موضوع ايوه البوليفيزم، بيكون هيك احنا تقريبا ضل عندنا 3 مواضيع اللي انتم شفتوهم، بضل عندي موضوعين عفوا اللي هو البوليفيزم اللي ناخذه نبدا اليوم، بعدين بضل عندنا موضوع اللي هو الاكسبشن هاندلنج والفايل بروجرامينج، دول الـ3 مواضيع اللي ضلت علينا في الماده. يعني كل موضوع بدنا اسبوع فيه يعني او اقل، يعني ما تنسوش انه كل اسبوع في محاضره بيكون رايحه من عندنا سواء لامتحان او بيبقى عندنا 3 محاضرات، والاسبوع هذا يوم الاربعاء محاضرتنا رايحه بسبب الامتحان وبخلي الثلاثة، فالبوليفيزم يعني غالبا اليوم وبكرة، ومحاضرة يوم الثلاثة بيكون تطبيق عملي بالإضافة له اللي هو إذا في أي سؤال عن امتحان أو نقطة مش واضحة عشان نعيد الشرح. الأسبوع الجاي بناخذ الإكسبشن هاندلينج، الأسبوع الأخير بناخذ الفايل بروجرامينج، وبيكون هيك أنهينا. أرجع وبأكد على الجميع ضروري، في أنا نزلت لكم مجموعة من تقدر كمان الفيديوهات تحضرها، في كمان الفيديوهات هاي في قناة
نزلنا لكم إياها المرة اللي فاتت وحكينا عنها. بالإضافة نزلت لك هاي الصيدات اللي هو كتاب دايتر أند دايتر، الصيدات تبع كتاب دايتر أند دايتر، هاي البولفزم شرحه بالصيدات ولا بنشوفها. الانهيرتنس، هذا هدول من الباور بوينت تبعون كتاب دايتر أند دايتر. كمان الاوبريتور اوفر لودنج، تنسوش البدايه اللي كانت الاوبجكت والكلاس اللي هي الكلاسز، وهو شابتر بقدر اسميه هون الكلاسز، وخليه عشان نرتب لكم الامور. ونفسه حطيتهم على المواضيع مش على الشباتر، لانه رقم الشابتر بتغير بين الكتاب الاصلي والباور بورد، هاي كلاسز 1 وكلاسز 2، اوكي؟ اللي هو الاوبجكت اورينتد، هدول كلهم من كتاب دايتل اند دايتل اللي هو المرجع الرئيسي للماده. هلا كمان عشان تكونوا بالصوره، رفعت لكم الوظيفه رقم 3 هي امامكم، الديدلاين لها يوم الاحد القادم، مش شرط يعني تحلها معك على الويك اند، يعني عندك خميس جمعه سبت تقدر تحلها وترفع لي الاجابه، اوكي؟ صار شباب برجع بركز على موضوع اللي هم علامة المشاركة. علامة المشاركة من 30 علامة مقسمة 10 علامات وظائف، 5 علامات كوزات، في كوزين سوينا واحد في كوز الأسبوع القادم، وفي عندك 5 علامات حضور وغياب، تنسوش حضور وغياب، حيكون في عندنا امتحان عملي فاينل على الأجهزة كمان عليه 10 علامات، فبتكون هيك علامة المشاركة عندك من 30. بالإضافة تنسوش امتحان المد 30 والفاينل 40. القناة هيها بالعربي لينكس سي بلس بلس اوبجكت اورينتد، تقدر بتحكي عن نفس المواضيع، كل موضوع من المواضيع اللي احنا حكيناهم. هي الوظائف قدامك، اوكي، والمواقع اللي احنا بنعتمد عليها. تنساش كتاب المادة، هي كتاب المادة، ايوه. احنا اليوم بنتكلم عن موضوع جديد هو البلوفيزم، ايوه، هذا بيجي في الكتاب، هاي نسخه الايت اديشن، هو شابتر 13، اوكي، نفس البلوفيزم بتلاقيه موجود على الكتاب، نفس الموضوع هذا، بتكلم عن البلوفيزم اللي اخذناهم سابقات في الكتاب الانهيرتنس، ايوه، شابتر 12، واخذنا الاوفر لودنج شابتر 11 في الكتاب، بعدين بتكلم شو الكلاسز شابتر 9، بعدين تنساش اللي هو البداية كانت اللي هي شابتر 3 اللي هو بيتكلم عن الأوبجكت والكلاس اللي هو بشابتر 3، هذول توزيعهم في الكتاب. زي ما حكينا اليوم بدنا البروفيزم بضل عندك اللي هو الاكسبشن هاندلنج اللي هو شابتر 16، وبعدين الفايل وما الفايل، احنا ماخذين مش كل الكتاب كامل، احنا اخذنا مواضيع من الكتاب غطينا فيها الانبوت والاوتبوت والفايل والشغلات هاي. هلا خلينا على شابتر 12، عفوا 13، الصفحة 534، بس دقيقة شوي صار النت يضعف، بس اللي هو شابتر 13، اوكي، في مجموعة كبيرة من التمارين محطوطة في الكتاب. التمارين هي شوي نوعا ما طويلة، بس تعطيك يعني بتشرح لك الموضوع أو بتعطيك مؤشر على الموضوع. هذا في نهاية كل كتاب في سيلف ريو اكسرسايزنج، مجموعة من التمارين، وهي عندنا اللي هو الشابتر الجديد اللي هو رقم 13،
اوكي، اللي هو بتكلم عن بروجرامينج بالفيزيم. اوكي، يعني تعود دائما تطلع الكتاب او تشوف التمارين في الكتاب. احنا بنشرح الفكره من اكثر مكان، من مرجع الكتاب. لاحظ الهدف الرئيسي من الوحده هون، بس شوي النت صار شوي ضعيف. لاحظ in this chapter you will learn how Prism make program more confident and system more sustainable. بده يقارن ما بين abstraction and يعني خليني بس خلينا أول شيء نرجع للسلايدات كمان. نبدأ أول شيء ستوب هون. خليني بس الأعداد ما شاء الله اليوم يعني قليل. أصل في عندي ميس ومحمد رافع وفيصل ودانيا ويوسف وجنى وأسماء وأحمد بسام وأحمد. أوكي، خلينا نشير هاي الباوربوينت تبعون الكتاب. لاحظ هون مكتوب عندك شابتر 10، لأن هدول الباوربوينت على الفيرجن القديمة. نفس المواضيع اللي هو البوليفيزم، ريليشن شيب امونج اوبجكت ان انهيرتنس هيرايكل. يعني لاحظ البوليفيزم بيعتمد. هلا خلينا ناخذ تعريف البوليفيزم شو معناه وليش بنستخدمه. لاحظ من اسمه بروفيزم the quality or state of being able to assume different form. يعني هو الفكرة الرئيسية انه بيتعامل مع كيف انه بيتعامل مع عدة اشكال حتى استطيع التعامل مع executing the specific or several form independent of the variable of. يعني بيعتمد على المنبر اللي هم موجودات او اللي موجود في كل شكل من أشكال بالاعتماد على الكلاس أو الكلاس اللي هو جاي منه. لاحظ الفكرة الرئيسية بيعتمد على إشي بنسميه الهيرايكل أو الانهيرتنس الموجود ما بين الكلاسز. نفهمها بشكل أكتر. لاحظ اللي هو بيقارن البولفزم and virtual function. دخل تكلم على شيء اسمه الـ virtual function اللي هي الـ ability of object of different class. لاحظ الـ object يعني ممكن يكون عندي object من أكثر من class to respond differently to the same function call. يعني لاحظ هاي الـ function لو جيت ناديتها من class من object معين تختلف عن الـ function. يعني انتبه على الكاميرا يا فيصل، سكر لي الكاميرا لو سمحت. الو، سامعيني يا شباب؟ معي يعني. اوكي شباب، الصورة طالع عندكم. دكتور طالع. اوكي خلاص، بس عشان اتاكد انه صار جاي يتعلق اشي. اوكي، فبالتالي لاحظ في شيء عندي شيء بسموه virtual function program written the generality process object of all existing class in the hierarchy but all the object in the same array. يعني لا انت عندك البوليفيزم، عندك اني ممكن اعرض هاي الفانكشن اختلاف شكلها باختلاف الكلاس اللي هي جايه منه. اوكي، عشان هيك لاحظ التطبيق تبعها امبلمنتنج بيعتمد على الفيرتشوال فانكشن اند دايناميك بيندنج. اوكي، ويل اكسبلين هاو بروفيزم ورك ميك بروجرام مور ايزي اكسنبل. اوكي، هلا الهدف الرئيسي من البروفيزم انه هلا مثلا الفكره الرئيسيه انا بعرض
بالاعتماد على الكلاس اللي جاي منه، لانه احنا لاحظ احنا اخذنا الهيراكل وفي البيرنت في عندي تشايلد، تشايلد متورث من ايش؟ من البيرنت. فممكن انا اطلب اسوي اوبجكت من كلاس التشايلد، وبالتالي استطيع اتعامل مع الفانكشن اللي هي موجوده سواء في التشايلد او في البيرنت. ممكن انا ابني اوبجكت من كلاس البيرنت مش من التشايلد، واتعامل مع الفانكشن الموجوده فيها. اللي هو حيوضح لك يعني من خلال المثال، هو بيعطيك مثلا في عندك كلاس اسمه سيركل inheritance from points manipulate point and the circle object using member function. فبالتالي لاحظ في عندك function بتكون عندك جاية من البيز كلاس اللي هو الكلاس الرئيسي او نسميه احنا parent، وفي function جاية من كلاس child اللي هو بنسميه deferred class class. اوكي، بالتالي تمثيلها لاحظ هون لما يجي قال point from point، لاحظ object من الكلاس هاد وobject من الكلاس هاد، يعني لاحظ هون تعامل مع two function، بس two function لاحظ واحدة من الكلاس parent وواحدة من الكلاس ايش child. هلا لاحظ سوى object assume each object has int function، يعني هاي function وهاي function والتو function والتو classes فيهم function اسمها print. اوكي، بس البرنت هون لاحظ لما تطبع للبوينت بده يطبع نقطه. هلا عشان اوضح لك الصوره، انا بدي اجي اطبع، لما تيجي تطبع نقطه انت بحاجه لتحديد نقطتين احداثيات النقطه، بس لما تيجي تطبع دائره انت بحاجه لثلاث قيم. البرنت شكلها، لاحظ انا بنقول احنا شو معنى البوليمورفيزم، هو انه لما يجي يتعامل مع the same function موجوده في two class، مره بتتعامل مع two parameter اللي هي تحديد موقع طباعه النقطه اللي هي تحديد قيمتها اللي هي اكس واي، ومره بده يطبعها بتاع يطبع دائره اللي هي تتحدد بالنقطه زائد ايش؟ نصف القطر، نقطة زائد نصف القطر عشان يطبع لك الدائرة. لاحظ شكل البرنت ممبر فانكشن، هي البرنت شكلها يتغير في طريقة تعاملها تغير الكلاس اللي أنا استدعيتها منه. وضحت الصورة يا شباب؟ أعيد مرة ثانية، أنا عندي تو كلاس، كلاس اسمه فانكشن اسمها برنت وفانكشن اسمها سيركل. هذول الاثنين جيات، واحدة البوينت من وين؟ جاية من السيركل. بالتالي لاحظ إذا كان عندي the same function بيتعامل مع two classes مختلفة، شكل هاي الفانكشن اللي هي البرنت سيتغير تعامل معها بتغير الكلاس اللي بتتعامل معاه، هيك بسموه بوليفيزم. هي وصلت الصوره ولا في لسه مش واضحه؟ اذا عندنا جين مره ثانيه كلاس، كل كلاس بتعامل مع اثنين متورثات من بعض، مثلا في واحد منهم بيز كلاس والثاني ديفيرد كلاس يعني بيرنت وشايلد. حتى لو في عندي فانكشن، هاي الفانكشن تختلف طريقة تعاملها أو شكل في تعاملها ما بين اللي تعاملت معها مع كلاس بوينت غير عن كلاس اللي هو سيركل. لما باجي بطبع مثلا بوينت بده تو باراميتر، في حين إن إذا أنا بدي أطبع فيه سيركل أنا بحاجة لثلاثة باراميتر. هذا بنسميه البوليفيزم. خلينا عشان نفهمه أكثر، طلع علي لاحظ بقدر كمان اتعامل مع استخدام البوينتر. اوكي، بوينتر بأشر عليه وبصير اتعامل معاه من خلاله. بناخذ مثال عشان تشوف الامور بشكل واضح. طلع معي على المثال التالي، احنا نكبره شوي. المثال اللي امامك في عندك كلاس اسمه بوينت،
جواه في عندي كونستراكت اسمه بوينت، في عندي تو فانكشن، واحد ست اكس وجيت اكس، ست واي جيت واي. في عندي لاحظ فانكشن اسمها برنت، في نهاية الفانكشن اسمها برنت. وين موجودة؟ الكلاس الأول اسمه بوينت. هلا البوينت عمل مع الكونستراكت، هذا الكونستراكت بياخذ باراميتر. لما بده يجي يطبع، اوكي، بده ينادي فانكشن اسمها برنت. ايه باراميتر هون بيتعامل؟ بيتعامل مع باراميتر اسمه اكس واي، باراميتر اللي هو بده قيمة اكس وقيمة واي، وعشان ايش يتعامل معها. هاي الفانكشن الاولى، هذا الكلاس الرئيسي اللي هو البيرنت. شو اسمه؟ اسمه هذا الكلاس بوينت. نيجي على الكلاس الثاني، اوكي، هذاك انتم انتبهوا معي. هلا هو في المثال هذا احنا هنتكلم عنه، بس خلينا شوي هون صفحات. هلا هاد شايفين هذا برنامج خزنه بوينت دوت اتش، هذا هيدر، اوكي، مش دوت سي بي بي، يعني عرف الكلاس لحال وخزنه ضمن هيدر. كلاس شو اسمه؟ بوينت كلاس. وهذا من خلاله بياخذ قيمه اكس واي، بروح بيطبع لي اللي هي النقطه. هلا في شيء اسمه بابليك معرفه في الكلاس، وفي شيء برايفت اللي هو اكس واي عشان جو قيمتهم جوا، هذا اللي حكينا عنه اللي هو الانكابسوليشن. بوصل لقيمه اكس واي من خلال ايش؟ الفانكشن. خلصنا برنامجنا الرئيسي هيو اللي هو بياخذ امتداد سي بي بي. هلا جوا هذا البرنامج اول شيء، لانه الكلاس معرفه بمكان ثاني مش بنفس البرنامج، فهون استدعى الكلاس انكلود شو سميته هناك بوينت دوت اتش. شوف ان شاء الله يوم الثلاث حورجيكم اياه. فممكن انا نفسي اعرف الكلاس نفس البرنامج واستخدمه جوا، وممكن اعرفه الكلاس لحاله، بس لما بعرفه لحاله بياخذ دوت اتش، ولما باجي برنامج الرئيسي اللي هو سميته بوينت دوت سي بي بي، شايفين هذا البرنامج الرئيسي اللي هو الفيل مين، تذكرتوه؟ جوا هذا البرنامج الرئيسي، طلع جوا البرنامج الرئيسي، كنت استدعي الاي او ستريم والشغلات هاي، بدي استدعي الكلاس عشان يعتبره جزء من البرنامج. كيف بستدعيه؟ هاش انكلود بوينت دوت اتش. احنا اخذنا لما كنا سابقا كنا ننشئ الكلاس ضمن نفس البرنامج. بدك تتعلم كمان نقطة تانية، انه ممكن تنشئ الكلاس لحاله وتخزنه لحاله دوت اتش. وهلا انت ببرنامجك اذا بدك تستخدم هذا الكلاس، ما عليك الا تسوي عملية ايش؟ تضمين له لبرنامجك. كيف بضمنه؟ هاي الجملة السطر رقم 7 شايفينها؟ طلع السطر رقم 7، هاي تضمين الكلاس. شو معنى تضمين الكلاس؟ يعني بعتبر تعريف الكلاس اللي انا عرفته جزء منه. طيب هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في الكلاس عرفت فانكشن اسمها بوينت، تذكروها؟ رجع عشان نشوف هيا، سويت فانكشن من الكلاس. هلا هون في كونستراكت، هاي كونستراكت فينو، هاي كونستراكت، وهاي في عندي فانكشن اسمها برنت، هي عشان اطبع انا. اوكي، اذا في كونستراكت وفي فانكشن، هذا وين؟ جوا الكلاس. هلا اذا بتطلعوا هون شو سويت هون؟ عارف الكونستراكت، شو انا سويته اوتسايد ذا كلاس، بالتالي شو باجي بقول له؟ اسمه اسم الكلاس. اذا اسم الكلاس نقطتين نقطتين كونستراكت، وهاي قيمه اللي هي الاكس واي اللي انا عرفتهم. اوكي، هلا نيجي للفانكشن اللي انا عرفتها. انا عرفت فانكشن، هاي الفانكشن ايوه فويد، لا قبل الفانكشن هون البوينت، هون اعطيت قيمه للبوينت، بدي قيمه اكس
اعطيت قيمه للبوينت، شايفين البوينت اعطيناها قيمه. اوكي قلت له ست اكس، ما انا استخدمت هون ست اكس وست واي، تو فانكشن موجودات في الكلاس الرئيسي. يعني نرجع عشان ما تلخبطوا، هاي الكلاس الرئيسي في فانكشن اسمها ست واي وفي ست اكس، اوكي فبدي استخدمهم. هاي قلت له تعريف الست اكس وهاي تعريف الست واي، ست اكس وجيت اكس وست واي جيت واي، هذول كلياتهم تعريفاتهم. شفتوهم؟ هذول وينهم هذول؟ وين هذول؟ نرجع كمان مرة عشان ما تضيعوا. أنا جوا الكلاس في مجموعة من الفانكشن استخدمت. استخدمت أول شيء كونستراكت، هيو استخدمت فانكشن اسمها ست اكس، استخدمت فانكشن جيت اكس، استخدمت فانكشن اسمها ست واي جيت واي، هاي أربعة فانكشن. والفانكشن بتطبع هي اسمها برنت. هدول الخمسة فانكشن اللي أنا سويت ديكلير لهم هون بدي تعريفهم. مش احنا أخذنا الفانكشن لما نعرفها جوا نفس الكلاس، وممكن تعريفها اوتسايد كلاس، هو عرفها اوتسايد كلاس. وين اوتسايد كلاس؟ هيهم هذا الكونستراكت اللي انا سويته نسبته للكلاس تبعه، هاي تعريف ست اكس، هاي تعريف جيت اكس، هاي تعريف ست واي، هاي تعريف الجيت واي، كله لاحظ اسم الكلاس اللي جايه منه، واخر واحده البرنت اللي جايه من الكلاس. هاي كليتهم هذول عرفتهم لسه قبل ما اجي على المين. اوكي هلا شو صار عندي؟ صار في عندي كلاس اسمه بوينت، والمين برنامجي كيف بعرف انه هذا برنامجي المين؟ تعال برنامجي هاد هون كلاس اللي اسمه بوينت، عرفته لحاله سميته بوينت دوت اتش، هاي الكلاس اسمه بوينت. البرنامج الرئيسي هيو بوينت دوت سي بي بي، البرنامج الرئيسي اللي هو فيه المين. كمان كيف عرفت كلاس اسمه بوينت؟ عرفت كمان كلاس لحاله شو اسمه؟ سيركل. هيو كلاس لحاله شو اسمه؟ سيركل. للسيركل كمان هذا عرفته لحاله. لا تذكروا لما اخذنا بالانهيرتنس كنا نعرف شو كلاس هو نفس المين. هو شو غير عندنا في المثال هذا؟ عرف الكلاس الاول لحاله اسمه بوينت دوت اتش، وعرف كلاس ثاني لحاله اسمه سيركل دوت اتش، وبعدين كتب برنامج المين لحاله. هلا في السيركل دوت اتش نفس البوينت، لاحظ عرف كلاس اسمه سيركل، بس هذا الكلاس متورث من كلاس اسمه بوينت. ما دام متورث من كلاس اسمه بوينت، بالتالي لازم الكلاس اللي متورث منه اسوي له تضمين هون، فعشان هيك بقول له include point dot h. فين هاي ليش كتبتها؟ هاي كتبتها ليش؟ صار عندي انا ثلاث ملفات راح نطبقه ان شاء الله عملي في محاضره يوم الثلاثاء في الجامعه لما نرجع الدوام. اكتب اول شيء الكلاس الاول اللي اسمه point class، وبخزنه اكيد بكون بفتح برنامج السي وبخزنه، بكتب برنامج بسميه a.cpp الكلاس، بنشئ مخزن دوت اتش هيدر موجود عندنا على مايكروسوفت فيجوال ستوديو، أرجيك اياها ان شاء الله. سويته كتبت الكود تبعه. هلا الكلاس الثاني سويت كمان ملف اخر سموه سيركل دوت اتش، وعرف بس هذا الكلاس لانه متورث من الكلاس الثاني، فبالتالي بده كل خصائص الكلاس تكون موجوده عندهم، فسويت له تضمين. كيف سويت تضمين؟ هاش انكلود اسم الكلاس دوت اتش. لهون لاحظ اي هون هذا اي السيركل، سيركل عرف كمان مجموعه من الفانكشن ست ريدياس جيت ريدياس ست بيرمتر جيت سيركل وجيت اريا، كلها فانكشن جاهزه. بعديها لاحظ شو كتب؟ برنت. تمام فانكشن اسمها برنت. لاحظوا بدنا نوصل اليه، برنت هون موجودة في الكلاس اللي هو child، وكمان البرنت موجودة في كلاس
البيرنت اللي هو البوينت ذاكرين، اذا صار في عندي تو فانكشن نفس الاسم موجوده في كلاسين. بس لاحظوا انه البرنت في السايكل عدد البراميتر تبعها يختلف البرنت الموجوده في البوينت. عشان هيك شو لاحظ، شو بقول لك، شو البوليفيزم؟ البوليفيزم اختلاف الممبر فانكشن عملها باختلاف الاوبجكت اللي جايه منه، يعني الكلاس اللي جايه. يعني لما بقول له برنت، بعد برنت من اوبجكت جاي من الكلاس اللي اسمه سيركل، اختلف شكلها. هلا هي نفس البرنت، نفس هي الطباعه، ولكن البرنت في البوينت اختلف عن البرنت في السايكل. ليش؟ طب حتقول لي طب ما هي نفس الاسم واختلفت اختلاف بسموه اختلاف شكل الطباعه، لانه الشكل تبعها وطريقه استخدام هذا بيسهل في عمليه البرمجه. يعني اذا انت بدك تطبع دائره يختلف عليك اذا بدك تطبع عباره عن نقطه. النقطه عشان تطبعها انت بحاجه لقيمتين اللي هي قيمه اكس واي. الدائره اذا بدك تطبعها انت بحاجه لثلاث قيم، يعني ثلاثه براميتر، حاجه ل النقطة نصف النقطة ونصف القطر. اوكي، بالتالي لاحظ هون برنت تختلف، هاي البرنت فانكشن اللي موجودة في سيركل تختلف عن البرنت اللي هي موجودة في البوينت. لاحظ هاي في كمان في البوينت في برنت، هيها اثنتين بتطبع. هاي لما يطبع نقطة بحاجة لقيمتين اكس واي. اما اذا بدي اطبع من السيركل، هاي السيركل اسمه سيركل، بدي اطبع ايش بدك؟ بدك الريديوس نصف القطر، صح؟ نقطة حتى يكون بعملية ايش؟ الطباعة. كان بحاجة لنقطة ونصف القطر حتى يكون بعملية ايش؟ الطباعة. هذا بالنسبة لمين؟ فإذا لاحظوا في المثال سيركل صار عندنا اللي هو هلا هون هيك تعريف بقية الكود، تعريف اللي هو لاحظ برنامجك، لاحظ سوى انكلود للسيركل، عرف الفانكشن اللي هي اسمها هون، عرف الكونستراكت، بعدين سوى تعريف للفانكشن اللي استخدمهم اللي هي الست ريدياس وجيت ريدياس وجيت بقية الفانكشن كاملة، حتى هاي جيت اريا وست اريا، وبعدين هاي البرنت. فين البرنت؟ هو بده يقوم بعملية الطباعة البرنت، هي تعريف الفانكشن هون اللي هو أخذ جيت ريديس وطبعها. وضحت الصورة يا شباب؟ ضايل أقل من دقيقة وبيفصل البرنامج. هلا جمع البرامج كليتها باستخدام اللي هو سوى انكلود للبوينت، سوى انكلود للسيركل، لاحظ هون عرف اوبجكت من كلاس، وممكن اعرف اوبجكت من راس. راح استخدم الطريقتين، اما باستخدام كم وبرام للاوبجكت او باستخدام البوينتر. بوينتر بيأشر على الكلاس الرئيسي اللي هو تشايلد، وبوينتر بيأشر على الكلاس الاخر. بنكمل هذا الكلام محاضرة بكره ان شاء الله. هو مثال طويل شوي ولكن